عدد كبير من المؤمنين في العصر ده ليهم أسئلة مهمة. هو ليه ربنا بيكتب علينا الألم في الدنيا لما هو غني عن العالمين؟ وليه ممكن واحد مش مؤمن منعم في الدنيا وحياته وصحته بخير، في حين إن في مسلمين كتير في كل أنحاء العالم أحوالهم صعبة وحياتهم كلها أسى؟ وهل ممكن ربنا يكتب علينا ألم ما نقدرش نتحمله؟ وليه مفيش مساواة في الحظوظ والرزق بين كل الناس في الدنيا مدام ربنا عادل؟ ومع الحالة النفسية الصعبة اللي بيتعرض لها الإنسان المسلم، ومع المشاكل والصعوبات في حياته، ومع كتر الأسئلة اللي زي دي، خاصة لما ما يلاقيش إجابات عليها، أو لما حد يعنفه لمجرد إن هو بيتساءل، يبدأ يقع في فتنة من أخطر فتن الحياة الدنيا. بس قبل ما نتكلم على آثار فتنة الابتلاء، عايزين نقف في الأول شوية مع الأسئلة دي. هو ليه ربنا بيبتلينا؟ ليه ربنا بيكتب علينا في الدنيا دي الألم مع إنه غني عن العالمين؟ شوفوا يا جماعة، مفتاح فهم الحكمة من ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى لينا هو فهمك يعني إيه سيد، يعني إيه إله، ويعني إيه عبد. ربنا أحيانا بيبتلي المؤمن عشان يشعر بالانكسار والضعف، فيفوق من غفلة أو من معصية كان فيها. وربنا أحيانا بيبتلي العبد لأن البلاء سبب من أسباب رفع المؤمن إيديه بالدعاء والتذلل والخضوع لربنا سبحانه وتعالى، وطرح الاعتماد على النفس، ولهج اللسان بالاستغفار والتوبة. وأحيانا يكون الابتلاء تكفير عن سيئات ربنا، عايز يعجل لك عقوبتها في الدنيا لأنه أرحم من أنه يعذبك عليها في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وأحيانا بيكون البلاء رفع في درجاتك يوم القيامة، وأحيانا بيكون ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا عشان يرسخ في قلوبنا معنى إن الحياة الدنيا هي مجرد معبر للآخرة.